كأمواج تلاطم غريقا ليصحو، تلاطمنا الفتن في عصر رسمناه بعيدا فسار عن الزمن، فتداعت فيه البلايا بالتكاثر فانشغلنا بالتفاخر وأصبحنا عبيدا للمظاهر. لم يعد للعصيان خوف، الغدا حقه العاصي أن يجاهر، والصالح فينا أحرقت أيمانه تلك المجامر. كم من آية قد أقبلت عذرا ونذرا حاولت إحياء الضمائر، فاستقبلت بعارض يدعو ويزهو بألوان المساخر. تناسينا أن البلايا تداوى بالتضرع، ومضينا بكل إصرار نكابر. غرنا طول الأمل، وإذ أن خطايانا بلغت حد التواتر، وكم من شدة أرهبتنا ففزعنا تطمئننا الشعائر. فأي ذنب أفزع تلك العبادات حتى رأيناها تغادر؟ أي كبيرة قد جفيناك بها، أم أنها أثقلتك أكوام الصغائر؟ على رسلك أين الرحيل؟ وعليك وبك كنا نبادر. على رسلك كيف السبيل؟ فإنا نطمح في تلك الغفائر. لا تكشفي لنا غضب الحليم، لعمرك أزدلي تلك الستائر. إلهي، بمرآة قدرتك رأينا عجزنا وأيقنت تلك البصائر. إلهي، باب رحمتك التزمنا نرتجي جبر الخواطر.